يعطيكم العافية. شوفوا شو عملت اليوم، أكلة سريعة التحضير وشهية ولذيذة وفي نفس الوقت دسمة، أحلى صينية دجاج بالبصل والسماء. بتحضري شرايح البصل وسماء ودجاج، بس ثلاث مكونات لهي الأكلة. إذا أجوا عندك ضيوف فجأة وحابة تعملي لهم أكلة سريعة التحضير بنصحك بهاي الأكلة. إذا كنت موظفة أو بدك تعملي أكلة سريعة التحضير لأولادك بنصحك بهاي الوصفة. واللي حابب يشوف هاي الطريقة بالتفصيل، أنا عملت الوصفة هاي قبل هيك بقناتي، رح أترك لكم لينك الفيديو في خانة الوصفة إن شاء الله. هلا أخذت الصينية هاي وحطيتها بالفرن، هيك استوت معي صينية الدجاج بالبصل والسماء. ولا أروع من هيك، ولا أطيب من هيك، ولا أسرع من هيك. وهلا أنا بستودعكم ومع السلامة.